مباشرة من مدينة خميسات. صفا تبلغ من العمر 35 سنة. لا شكك العمر لا العمر لا تسالك العمر غير مجرد لا مش نبينه لا مش نبينه مش تقول عمر علاش كل واحد من الناس ما كيقولش العمر هو منهم وحوايج اخرين عاوتاني تستر على شي حوايج اخرين منهم عاوتاني كي باقا صغيرة وشابة على مزينات دابا هذا حنا غنبداو دابا مباشرة. قريتي صباح قريت نيفو باك نيفو باك و حدي نيفو باك ودرت ديبلوم ديال الهلال دابا مدوز الستاج ديالو عندي نيفو باك هكا مزيان دابا مزيان عندي نيفو باك نيفو باك نيفو باك علاش ما كملتيش قريتك نعم علاش ما كملتيش قريتك حيت الظروف ما كاينش اللي غيساعدك عاوتاني في القرايه المراجعات وماديا ما كاينش اللي غيعاونك يعني الظروف الماديه صعيبه شويه صعيبه هاتي خلينا نشوف الصوت صافا قاصحه بزاف الظروف الماديه ديالي كانت قاصحه بزاف داكشي علاش ما قدرتش ما كانش في الاستطاعه ديالي ان نكمل القرايه ديالي في الطريق بزاف راكي معايا على الهواء مباشره صافي واخا الظروف الماديه ديالي كانت صعيبه بزاف داكشي علاش ما قدرتش نكمل القرايه ديالي وداكشي علاش وجي كتمنى تكملي قرايتك بصراحه كنت كنتمنى ندير شحال من حاجه وندير شحال من حاجه بزاف ديال الدبلومات كنت كنتمنى نديرهم ما خليك الصوت عندنا مشكل في الصوت نحاولوا غير نقادو ساعديني شوية بصوتك لأنه يعني زيادة خلق في الخميسات علاش الام ديالك غادي تفرق بيناتكم صراحه ما عرفتش حاولي تساعديني رفعي صوتك بس صوتك صراحه والله ما عرفتش وانت كيفاش كتعاملي معاها كنتعامل معاهم عادي ولكن علاش شنو السبب دابا انا اللي جالسه قدامك ما كنسمعكش في خبر حاولي تساعديني نرفع صوتك ولكن علاش السبب
الصراحه ما عرفتش والله ما عرفتش نسوي. واخا منين عايشه؟ منين كتصرفي؟ منين الماكله كاع قاطعين عليك؟ صوتك وانا ما تسمعش. يعني الناس فقط هما اللي كيعاونوك؟ دابا ما جلستش مع داركم؟ لا ما جلستش مع دارنا، جلست بوحدي في واحد البيت. جلست غير بوحدي في واحد البيت. جلست غير بوحدي في واحد البيت، ما عنديش الطوم، عندي غير الماء. هما عند دوك الناس هما عند من كنمشي كناكل وكنشارجي التليفون ديالي وكنكلف الوقت شويه. رفعي لي غير صوتك عافاك. ولا صوتي انا نسمع اكثر من صوتك، فين الناس تسمع؟ هذوك الناس هما اللي كنمشي لعندهم كناكل عندهم وكندوز معاهم الوقت ديالي كامل. يعني كما هذوك الناس حاولت نقلب على خدمه ولكن والو، كيقولوا لك حتى النمره حتى تسال. ما كرهتش نخدم في اي حاجه ولو تكون حتى الميناج، ما عنديش مشكل. المهم ما بقاش جالسه ونيت نترزق الله. ما كتحاوليش تهضري مع الام ديالك تسوليها علاش كتفرق بينك وبين خوتك؟ بصراحه لا، ما كتفتحيش حوار معها؟ لا عمري فتحت معها شي حوار. ما يمكنش الام ديالك اللي خصك تهضري معها. اولا انت كتقاصح في التعامل معاهم؟ لا لا ما قاصحش، التعامل ديالي معاهم في الدار عادي. يعني كنشوف ان خصوصا ان الابنه تتكون هي القريبه من الام ديالها. يعني عطيها نسمع. هضري من هضري هضري من هاد الجهه تسكري. الام ديالك ما كتهضرش معاك؟ لا كاين مقاطعين مع بعضياتنا ما كنهضروش. شحال من عام دابا هاد المشكل هذا؟ راه من شحال هادي كنعقل، من قبل كورونا. من قبل كورونا وانا عندي هذا المشكل هذا في الدار. من قبل كورونا كتهضرش مع الام؟ قبل كورونا الا كنرجعو كنهضرو شويه، وعاوتاني كيبدا داك الصداع عاوتاني. علاش؟ الا كنحاول نتقرب منها ولكن بحال كتخوي الماء في الرمله. ما شنو السبب؟ هي كل ما قربتي منها كل ما هي كتبعد، ما عرفتش الصراحه شنو هو السبب. خوتك كيفاش كيتعاملوا معاك؟ خوتي تا هما خايب حيتاش كتحرشهم. واش كاين شي ام غتحرش خوتها؟ والله ولكن ضروري خصو يكون سبب. شنو سبب؟ ما عرفتش. اولا انت ما بغاش تقولي؟ هي كتقربهم منها وكتقول لهم ما تهضروش معاها وكتبقى. شنو درتي لها؟ ما عرفتش والله، ما درت شي حاجه باش اللي نقدر نقول لك. ما درت حتى شي حاجه، هذاك الشيء من عند الله. ما عرفتش. كاين شي حاجه من عند الله دائما كاين الاسباب. شنو اللي انت بنتها كيما هذوك ولادها ياك؟ علاش كتفضلهم عليك؟ ما عرفتش. انت بس بشويه؟ لا لا ما كنخرجش، ما عنديش علاقات على برا. انت غير الدار وصافي. شنو الطلب ديالك؟ شنو بغيتي؟ الصراحة بغيت غير شي خدمة باش نقدر نهز راسي ونقدر، فهمتي، ماديا نلقى ما نصرف نلقى ما ناكل. سعد
في اي حاجه ولو تكون حتى الميناج ما عنديش مشكل. كنا معكم الخميسات لا حول ولا قوه الا بالله. حاولي تجلسي مع الام ديالك وتكلمي معها وتعرفي غير شنو السبب، لان الوالدين كيبقاو والدين، اكيد انه كاين شي سبب، لانه ما يمكنش الام غادي يكون واحد الجفاء. حاولي اذا شفت هذا الفيديو ديالك دابا شنو تقولي لها؟ ما عنديش شي مساج نقدر نوصل. شكرا. اذا نستودعكم الله مشاهدينا الكرام.